يعد الملتقى الشبابي الذي عقد في مقر هيئة أجيال السلام جزءاً من برنامج التماسك المجتمعي في المجتمعات المستضيفة الذي تدعمه اليونيسف، ويشكل الملتقى فرصة فريدة لتواصل الشباب مع شبان آخرين من 10 مجتمعات مختلفة لمناقشة الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه الفئة في قيادة وتنفيذ مبادرات مجتمعية. برنامج التماسك المجتمعي احنا بنشتغل مع 40 مركز ب10 محافظات، بنشتغل مع 200 متطوع بيطبقوا برنامجهم على 8000 شخص شاب فئة عمرية من 12 24 بالمجتمعات المستفيدة اللي فيها أردني وسوري. احنا جزء من برنامج التماسك الاجتماعي عندنا الملتقى الشبابي اللي انتم شايفينه اليوم. الملتقى الشبابي هدفه تكونت لجان استشارية في المحافظات. هاي اللجان الاستشارية طلعت بالمشاكل اللي بواجهوها في مجتمعاتهم. المشاكل هاي اللي بواجهوها في مجتمعاتهم احنا راح نلخص محورين رئيسيات لهم. بناء على هاي المحورين جينا اليوم وجبنا الشباب على المسرح عندنا هون عشان يحكوا لنا شو المشاكل اللي شافوها مجتمعاتهم، ويلخصوا معنا شو الاشي اللي ممكن احنا المحاور الرئيسيه نشتغل عليها بتنفيذ المبادرات بس يرجعوا على مناطقهم وعلى مجتمعاتهم. ويركز الملتقى على دور الشباب في تفعيل المبادرات المجتمعية وتنمية قدراتهم الذاتية للتعاون في تصميم وتنفيذ مبادرات فعالة. مثل هذه الملتقيات اللي هي بتجمعنا احنا كشباب من شتى المناطق بتخلينا نتبادل خبرات ومعارف، لانه كشباب كل منطقة وكل مكان في تحديات وفي معيقات معينة، وفي منا المبدعين وفي منا اللي قدر يحلها. فمن خلال الملتقى هذا احنا بنتبادل الخبرات ونطور من انفسنا ونستفيد من لقاء شخصيات وايضا زملاء شباب. وتؤمن أجيال السلام ان للشباب دورا حيويا في قيادة التغيير الاجتماعي، وان التغيير الاجتماعي يبدا من الاحساس بالمسؤولية الشخصية ويستمر عندما يشارك المواطنون بفعالية في خلق مستقبل مشترك لمجتمعهم. ألا أبو حمدي، رؤيا.